الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. محدثكم خالد السعيد، أناقشت المواضيع والقضايا، وبإمكانكم دائما مشاركة آرائكم في خانة التعليقات، ولا تنسون تقيمون المقطع بالضغط على زر الإعجاب حتى يوصل المقطع لأنحاء المنصة، وللي حاب يدعم القناة يقدر يشترك فيها ولا ينسى يفعل تنبيهات حتى يوصله جديدنا في وقته، وحبذا تابعوني على باقي منصات التواصل الاجتماعي بتحصلونها في خانة الوصف، خصوصا في ذا الوقت اللي أغلب منصات التواصل الاجتماعي مشددة زي سبق ما تكلمنا في مقاطعنا الماضية عنها. فاحنا ندخل ونتشعب في العديد من المواضيع، ولا شك ان اهمها اللي يخص الجوانب الاجتماعية. ويمكن لاحظ بعضكم اللي يستخدم اغلب منصات التواصل الاجتماعي بالشروط الجديدة اللي قدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في تحديث اشتراطات 12 نشاط يشمل المطاعم والمطابخ وبعض الاماكن الترفيهية، ومن ضمن هالشروط الغاء مدخل العوائل ومدخل العزاب اللي سبب ضجة في منصات التواصل الاجتماعي زي ما قام يدعي الاعلام التقليدي بذلك. واللي بيروح يطلع على منصات التواصل الاجتماعي سواء بمنصة المنحرفين اللي هي سناب شات، او حتى منصة الملاحيس اللي هي منصة تويتر، او منصة الدلوخ في الانستغرام، يبي يلاحظ نفس التعليقات اللي يستخدمونها الناس في الوسم او الهاشتاج اللي رفع بعد هذا القرار. واللي نستغرب ان الناس وخصوصا في منصة الملاحيس اللي هي منصة تويتر مستخدمين وسم او هاشتاج الغاء قسم العوائل، ومكتبه كلمة العوائل صح كاتبين العوائل. والغريب اني ما ادري هل هم ما يعرفون يستخدمون الهمزة ويفرقون بين الاملاء الصحيح والاملاء الخاطئ. والمصيبة ان الجوال احيانا يصحح لك لكن البعض ما يهتم. لكن ان رجعنا لموضوع الوسم او الهاشتاج، فاغلب التغريدات استظراف واستهبال، هذا غير ان فيه بعض الناس اللي مستائين من الموقف لكن ما يقدرون يتناقشون فيه، خصوصا في المقاطع المرئية والفيديو، بالذات في المنصات الخايسة اللي دائما نحذر منها مثل تويتر والسناب شات وحتى الانستغرام، لانها ما تعطي الشخص الصلاحيه بانه ياخذ راحته في التعبير. اما انهم يحدون عليه المقطع ويخلونه الدقيقه او اقل، او يكون وضعه مثل تويتر فانهم يحدون الحروف لعدد معين. لكن القنوات الاعلاميه التقليديه او ما نسميها الاعلام الماضي قامت وتكلمت بالموضوع، مثل قناه برنامج يا هلا اللي تكلم عن الغاء قسم العوائل، وادعوا انها اثار ضجه بين مطالب بالانفتاح والاخر اللي طالب بالخصوصية. والصراحة نقاشهم واختيارهم للموضوع كان جيد، لكن استغربنا وين الطرف الآخر، فأنتم جبتوا شخص يوافق في إلغاء قسم العوائل، لكن الغريب ما حصلوا شخص بالطرف الثاني لعله يجاوب للأشخاص اللي يختلفون معه. لكن القناة السعودية الإخبارية جيد أنها تكلمت بالموضوع، لكن كبرتها شوي وادعت أن الناس أثاروا الجدل في موضوع إلغاء قسم العوائل، لكن تميزوا عن غيرهم بأنهم عرضوا آراء متنوعة بين المؤيدين والمعارضين، واللي كانوا أغلب المعارضين يركزون على سد الذرائع لتفادي التحرش. لكن المقطع الوحيد اللي انتشر في منصات التواصل الاجتماعي اللي كان ضد هالقرار، وهي القناة كانت موجودة في اليوتيوب لكن استغربنا أنها قفلت واستمرت في منصة الانستغرام اللي هي تابعة الأندلس الشهراني، اللي تعطي نصائح اجتماعية وتركز عن مواضيع متنوعة في حسابها بالانستغرام. ولو أنها غريب أنها وقفت منصة اليوتيوب مع أنها أضمن وأفضل وتعطيها حقها وأكثر مقارنة بالإنستغرام اللي يحدها وما يساعدها في نشر محتوياتها. وأندلس الشهراني تكلمت في منصة الإنستغرام حول إلغاء قسم العوائل في المطاعم، واللي كان وجهة نظرها أن القرار تافه وما يعطي ولا يقدم. وقاموا بعض الناس اتهموها أنها تابعة للتوجه الصحوي اللي كانوا أغلبه من أتباع جماعة الإخوان المفلسين الماسونية، واللي قاموا بعض الناس أيضا ينشرون لها صور وهي تتكلم عن زيارتها لدولة قطر، واللي توقعوا الناس أن أندلس الشهراني تابعه لتوجهات تنظيم الحمدين في محاولة إثارة الرأي العام في المملكة العربية السعودية زي ما يسوون مع الذباب الإلكتروني الخاص بتوجه قطر التعددي الأرعن. لكن أن رجعنا الموضوع، قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية في تحديث بعض الاشتراطات المتعلقة بالمطاعم والمطابخ، واللي كان أبرزها إلغاء شرط مدخل العزاب والعوائل. فأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن إلغاء خيار مدخل العوائل والعزاب يرجع للمستثمر أو صاحب المؤسسة اللي هو إن كان مطعم أو مطبخ، وليس إجبارا عليه أنه يلغي مدخل العزاب والعوائل. لكن نبي نقنع الناس أن قرار البلدية في إلغاء قسم العوائل له فوائد حتى في جانب القضاء على مشكلة التحرش. وخلونا نبدأ بها باستتباب الأمن. فبعضكم أكيد راح المطاعم تعزل العزاب عن العوائل، وأكيد أن بعضكم شاف أطفال يدخلون لحالهم القسم العوائل ويأكلون في المطعم، وهذا لا شك أنه خطر عليهم
لهم. فإذا ألغينا قسم العوائل يبي يصير الموضوع ظاهر في العلن وما يقدر أحد يستغل الأطفال إن كانوا جالسين الحال. أيضا عند موضوع النساء للي خايف من التعدي عليهم أو حتى الشباب اللي قد يتعدون على أحد، فإحنا دائما نذكر الناس ونحرصهم على تحميل تطبيق كلنا أمن، وأيضا تطبيق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى أنهم يرفعون البلاغات على الغير. وأيضا مسموح لك أنك تصور المخالفة وترسلها التطبيق كلنا أمن، وأيضا تطبيق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فاللي صدق بي يواجه هالمشكلة لابد أنها أيضا يرفع بلاغات بدل ما يقعد يناظر الناس تسوي الغلط ويسكت عنه ويقول والله الفساد عم. طيب يلا بلغ، بدل لا أنت رسلي ذا الجوال مقاطع وصور من الواتساب ومحمل لي ذا البرامج الخايسة مثل السناب شات ولا التويتر ولا الانستغرام، وفوق ذا ما أنت في حاجة تنله. لكن خلونا ننتقل للفائدة الثانية. في قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية بإلغاء قسم العوائل، وهو يبي يبسط الخدمة بالذات أن تكون المطاعم وحتى المطابخ مثل باقي المؤسسات التجارية الأخرى، ويسهل إتمام الخدمة بدون أي مشاكل. وبذكركم بسالفة صارت قبل فترة ويمكن بعضكم نساها، اللي هي سالفة البريطاني اللي دخل أحد المجمعات التجارية ومع الزحمة راحوا ووقف في سرى العوائل لأنه كان فاضي. وللي ما يدري أن بعض أسواق الموارد الغذائية والمتاجر أيضا تعزل العوائل عن العزاب، وبالعادة اللي حاسب أو الكاشير في المحل تكون أنثى أو بنت. عاد هالبريطاني دخل على النية وشاف الدنيا زحمة، قال خلني أنا بوقف دائما ما معي إلا بضاعة واحدة أبشتريها وبطلع. المهم قاموا الشباب وما قصروا فيه علشان يقوم ويوقف في سرى العزاب، لكن عند البريطاني لين قاموا وطقوه طق. حتى يوم طلع من المحل استلموه في مواقف السيارات، وشكله مو بعافة نفسه يدخل في محل، شكله عافة نفسه من الديرة وبيرجع. ولا شك أن هالموقف ذا نبي نتفاداه حتى مع زيادة دخول السياح، لأنهم طبيعي أنهم بيدخلون المؤسسات التجارية بحيث يشترون المستلزمات اللي يبونها. ولا شك أن إلغاء قسم العوائل يبي يسهل حتى على الوافد، بالذات إن كان جاي كسائح وبيلاحظ أن الموضوع مطابق للي موجود عنده في ديرته. لكن خلونا ننتقل للفائدة الثانية، وهي أسهل في التنظيم. فمع إلغاء قسم العوائل بيسهل التنظيم في إتمام وتوزيع طلبات وسرعتها. وأنا بجيب لكم أيضا مثال ثاني، أكيد بعضكم جرب يأكل في مطاعم المندي والمضبي ويليت يقارنها بمطاعم البخاري. فللي ما يدري عن مطاعم المندي والمضبي ومطاعم البخاري، فالفرق بينها عادة يكون أن مطاعم المندي والمضبي فيها عوازل أو غرف صغيرة يجلسون فيها الشباب ويأكلون، لكن المطاعم البخارية بالعادة تكون جلسة مفتوحة وأي شخص يقدر يقعد في أي مكان. فسهولة التنظيم في هالمطاعم وإتمام وتوزيع طلبات لا شك أنها أسرع في مطاعم البخاري إذا كانت مفتوحة مقارنة بمطاعم المندي والمضبي اللي تلقاك أنت قاعد في ذا الغريفة ورأس مال أمها العامل في المطعم يغرف ذا الرز في ذا الصحن ويحطه عندك، يعني ما في فرق عن البخاري، لكن يطول لأن ذا الحواجز والحوسة في وسط المكان قد تعطل التنظيم. لكن خلونا ننتقل للفائدة اللي بعدها، وهي تقليل الخسائر على صاحب المؤسسة إذا كان مطعم أو مطبخ. فتعرفون الجدران يبي يأخذ مبلغ، ولا شك زيادة ديكور والأشياء هذه تبي تقل مع قلة الطاولات بسبب هالعوازل أو الجدران اللي قد يحطونها في قسم العوائل عن قسم العزاب. فلا شك أن تقليل الخسائر بيكون مضمون خصوصا في إلغاء قسم العوائل، ويصير العزل فقط في دورات المياه الله يكرمكم ويكرم السامعين، ولأي شخص الأحقية في اختيار المكان اللي بيجلس فيه، وأيضا له الأحقية في أنه يطلب عوازل. وبالذات أنا كصاحب محل، والله لو أني فاتح محل جوالات ويجيني كل يومين ثلاثة أيام شخص ومعه مرته يقول والله نبي قسم للعوائل، أنا بكره بجيب بارتيشن وبحطه. فلأي شخص أحقية للي يبي خصوصية زائدة في المحل أنه يطلب عوازل، حتى أن المحل يبدأ يوفرها مع الوقت ويصير جزء من ثقافة المجتمع سواء كانوا عوائل أو عزاب. فحتى العازب يقدر يطالب بعوازل ويأخذ راحته أكثر في الجلوس بالمحل. فلا شك أن قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية بإلغاء قسم العوائل والعزاب في المطاعم والمقاهي قرار صائب، ولا شك أنه زي ما تكلمنا قبل شوي عن الفوائد اللي بتساهم فيه وبتوفير مكان يتسع للأثاث اللي موجود وحتى للزباين بتسهيل تنظيمهم وتبسيط الخدمة لهم. وأتمنى تشاركوني بآرائكم في خانة التعليقات حتى نتناقش بالموضوع أكثر، ولا تنسون تقيمون المقطع بالضغط على زر الإعجاب حتى يوصل المقطع على أنحاء المنصة، وحبذا تدعمون القناة بواسطة الاشتراك فيها، ولا تنسون تفعلون التنبيهات حتى يوصلكم جديدنا، ويا ليت تتابعوني على باقي منصات التواصل الاجتماعي وبتحصلونها موجودة في خانة الوصف حتى نتمكن في رفع وعي الفرد والمجتمع على كافة المجالات.